بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع اقتباس جديد من سلسلة الاقتباسات بتاعتنا. الاقتباس بيقول: When it's dark enough you can see the stars. لما تبقى مظلمة كفاية ساعتها بس هتشوف النجوم. لما الدنيا تظلم قوي هتشوف ايه؟ هتشوف النجوم. زي ما قلنا قبل كده في اقتباس مماثل لي، كنا بنقول ان ألمع النجوم بتبان امتى؟ في احلى كده الظلمات، في الليلة الظلمة قوي بتشوف النجمة اللي بتلمع. ايه معنى الكلام ده؟ هتلاقي وقت في حياتك بيمر عليك الدنيا صعبة قوي، مفيش فلوس، نفسيتك مثلا مش كويسة، في خلافات في البيت عندكم، انت واهل بيتك متخانقين، في مشكلة، في مشكلة. ساعتها بس هتشوف ايه النجوم. يعني ايه هي النجوم دي؟ يعني مثلا عندك مشكلة دلوقتي، فحكيت مثلا لواحد صاحبك، حكيت لواحد زميلك، حد تثق فيه، ممكن تلاقي حد بيساعدك ماديا، حتى يقف جنبك، حتى يقول لك طب انا معيش فلوس بس انا معاك في اي مشوار، شوف كده اي مشوار يا عم انا معاك، يطمن عليك كل يوم. في حد تاني مثلا يقول لك طب بقول لك ايه، تعالى ننزل نفك كده ونخرج، ننزل قهوه او نتمشى او نروح نصلي في الجامع. بقول لك ايه، تعالى بس هفسحك فسحه حلوه، اعزمك على واحد مانجا ب 20 جنيه بالقصب يا عم لو عايز. هتلاقي ناس من النوع ده. الناس دي يا جماعه هو المقصود بيها النجوم. النجمه محللتك، ما حلتش المشكله، ما حللتكش، مش عارف اقولها، ما حلتش المشكله. يعني النجمه ما حلتش مشكلتك لكن خففت عنك. النجمة يعني وقفت معاك، النجمة حسستك ساعتها ان انت مش لوحدك، شاركك همومك. هي دي الفكرة يا جماعة، احنا كلنا محتاجين ونس، محتاج انيس. مفيش حد يا جماعة يعتمد على فكرة ايه اللي هو بوستات الفيسبوك منتشر الايام دي، الواحد يخليك لوحدك، انت جامد، كن وحيدا، اعتزل الاخرين، دعك منهم. والكلام اللي هو كله كده ده ابعد عنه بالله عليك. ربنا خلق كل واحد محتاج حد، ربنا خلق الانسان كائن اجتماعي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. ساعات العزلة بتبقى حلوة وساعات الوحدة بتبقى حلوة، لو اللي حواليك كلهم وحشين طبعا لازم انعزل او لازم ابعد. وساعات اصلا الواحد مهما كان اللي حواليه حلوين بيحب يبعد شوية، ده شيء منطقي كلنا بنعمله. بس انت تبعد تماما وان مفيش خير في الدنيا والناس كلها في النار وانا اللي عشت حرام في حرام وانا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقسوم والكلام ده مبياكلش عيش يا جماعة. يعني الفكرة ان انت لازم تشارك اللي حواليك، ولازم لو عندك مشكلة تدور على اهل النصح او الناس اللي انت عارف انهم هيقفوا جنبك وتسألهم. انما ما تعيش دور الضحية وما تبقاش جلاد في نفس الوقت، لا ضحية ولا جلاد. يعني خليك ما بينهم، خليك وسط، خليك انسان عادي. خلاصة الموضوع، في كل مصيبة في حياتك وكل مشكلة هتلاقي دايما الناس بتقف معاك. الناس دي اوعى تنساها، قدرها واكتب اسمائهم على جنب، مفيهاش اي حاجة. انا عن نفسي بعمل كده، وافتكر كل واحد واقف لي في حاجة عشان انت لازم ما تنساهاش ليه بعد كده، سواء عمل حاجة حلوة او حاجة وحشة لازم ما تنساهاش ليه. بس كده، في احلى كي الظلمات ترى ألمع النجوم. صلى الله عليه وسلم.